هيكون معانا لتفاصيل أكتر على الهاتف دكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكي وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن الخبر، وإن اللي هو بيقول إن السوق العقارية المصرية بتعمل أكتر على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر. الحقيقة إن الوضع العام لقطاع العقارات في مصر ده بيشكل حافز قوي للاستثمار في السوق، وخصوصا التطوير المستمر في قطاع العقارات والإنشاءات، وإحنا كمان شايفين إن في مدن جديدة بتتعمل، تقريبا 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة من المدن القائمة. فالمدن الجديدة اللي بيتم تأسيسها دي بتوفر للمستثمرين الأجانب، طبعا اللي هم شغالين في قطاع الشركات الكبرى في قطاع الإنشاءات والعقارات، ده عامل جذب كبير ليها أنها تجد فرصة عمل في مصر. وده يعني مصر في المنطقة دي فيها فرص مشاريع ضخمة، وأكبر مثال على كده احنا يعني شايفين المشاريع الكبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، ده يعني على سبيل المثال للحاصل. من ناحية تانية على مستوى الأصغر، لمستوى الشركات الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين، احنا عندنا الشركات الشركات المصرية اللي بتعمل في مجال العقارات أيضا لها دور أنها بتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ده من خلال المعارض التسويق العقاري اللي بتقام في الخارج. وطبعا احنا عارفين ان بيع العقارات للمستثمرين الاجانب ده بيوفر عملة اجنبية بتدخل مصر، وده اللي احنا بنسميه مجازا تصدير العقار الى الخارج. صباح الخير دكتور هاني. اهلا، صباح الخير. يعني لما بتيجي سيرة المدن الجديدة على طول بيجي في ذهني رحمة الله عليه معالي الوزير حسب الله الكفراوي، وانا شايف كمان ان الفترة اللي احنا فيها طفرة كبيرة جدا بالنسبة للمدن الجديدة، وكمان توجهات سيادة الرئيس بان المدن دي كمان تكون على مستوى عالي من التكنولوجيا، يعني اغلبية المدن دلوقتي بتكون يعني سمارت. كمان انا شايف ان الاستثمار كمان ده البلان اللي احنا ماشيين عليه الفترة الجاية، ان احنا يكون في جذب كبير للاستثمار في مصر بالنسبة لنشاط الاستثمار العقاري. تعليقك يا فندم. زي ما حضرتك ذكرت ان الاستثمار في المدن الجديدة ده توجه عام للدولة، وده له يعني أسبابه المنطقية. فالمدن الجديدة دي بتساعد على تحقيق التنمية المستدامة. فيعني احنا عندنا مصر أو الحكومة المصرية طورت استراتيجية قومية بتهدف لإحداث التنمية الشاملة، ومن خلال إعادة توزيع السكان من المدن التقليدية اللي عايشين المصريين عايشين على شريط ضيق فيها، 95% من سكان مصر بيسكنوا أو بيقطنوا في 7% من مساحة الجمهورية. فالاستراتيجية هي توزيع السكان إلى المدن جديدة وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية. طبعا الحل مشكلة اللي احنا بنعاني منها في توزيع الخريطة السكانية ان في اكتظاظ او كثافات هائلة بتسكن فقط على 7% من مساحة الجمهورية، وان وادي النيل بيشكل اكبر الكثافات السكانية في العالم. وكمان مشكلة تانية الزحف العمراني على الاراضي الزراعية. فكان هدف الدولة انها تعالج هذه المشاكل
بالتحول الى المدن الجديده اللي بتسهم يعني بتساهم في انها بتنشط النمو الاقتصادي وبتتيح الوصول الى بنيه تحتيه عاليه صحيح. الجوده وايضا استخدام الموارد الطبيعيه بشكل افضل. مبادرة يعني لو هنتطرق بقى للعلاقات المصرية الصينية، المبادرة بتاعت الحزام الطريق الأخضر في منطقة قناة السويس اهتمت بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري بتفتح الباب أمام تطوير المنشآت. عايزين نعرف من حضرتك أهمية العلاقات واللي حصل يعني بعد العلاقات المصرية الصينية في البنية التحتية. خليني هنا أركز بصفة عامة أشمل على العلاقات المصرية الصينية. إحنا بنشوف إن العلاقات المصرية الصينية دي بتشهد الحقيقة في السنوات الأخيرة دي يعني تطور كبير، ده من خلال يعني مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات التعاون المشترك في مجالات مختلفة، وده بيجسد آفاق التعاون المشترك بين مصر والصين. الصين بتعتبر أكبر شريك تجاري لمصر، وده إحنا شايفينه في حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اللي هو ارتفع في العشر سنين اللي فاتوا من 10 مليار إلى 20 مليار دولار، وكمان شايفين حجم الاستثمارات الصينية في مصر ارتفعت من 500 مليون دولار إلى مليار و500 مليون، ده يعني بيعتبر ارتفاع بنسبة 100%. فالمتوقع أن العلاقات التجارية بين مصر والصين بتتطور، لأن مبادرة الحزام والطريق دي بتشمل التعاون في مجالات مختلفة زي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، طبعا إقليم قناة السويس بيشكل اهتمام خاص في هذه العلاقات المتميزة نظرا لما يعني يقدمه هذا الإقليم من مزايا للمستثمرين. باختصار يعني عشان أقفل النقطة دي، الصين عندها اهتمام كبير بتقديم مزيد من الدعم الخدمات التجارية في الملك، وده بيشمل يعني حزم لتحفيز التجارة، فده يعني أكيد يفتح يعني باب كبير أمام تطوير الصناعة في مصر وصناعات جديدة بتكنولوجيا صينية. صحيح دكتور هاني، يمكن ما كناش نقدر نبدأ نشتغل في المدن الجديدة أو بتدي نروج ليها للاستثمار من غير ما يكون عندنا بنية تحتية، وخليني أخصص بالذكر في البنية التحتية، خليني يعني أقول الطرق، فكرة الطفرة اللي موجودة في الطرق، ويمكن الناس اللي موجودة في الصعيد ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، بيكون كمان الـ يعني الـ 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 الطرق بتكون محافظات بتكون خلاص فكرة إن الناس تبقى موجودة على شريط النيل بس، خلاص بدأ الموضوع يقل شوية، بدأت المحافظات تكون بالعرض، بدأ يكون في حركة، بدأ يكون في طفرة كبيرة في الطرق، وبتكلم أكتر على فكرة أننا أجذب الاستثمار أكثر وأكثر، فكرة وجود بنية تحتية تكون على أعلى مستوى. تعليقك يا دكتور. أنا مش عايز أختزل الموضوع البنية التحتية في الطرق بس، لأن البنية التحتية أوسع وأشمل صحيح. من ربط المدن عرضيا بالطرق، ولكن عايز أشير هنا أن البنية التحتية دي بتعتبر ركن أساسي في التنمية الاقتصادية، وخصوصا أنها مدرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة اللي بتعتبر أن تطوير البنية التحتية ده جزء رئيسي فيها. فالبنية التحتية دي مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي صحيح. وإمكانيتها لجذب الاستثمارات. البنية التحتية زي ما انت ذكرت انها احنا كنا يعني عايشين، احنا لازلنا عايشين على شريط ضيق في الوادي، فهناك طبعا مناطق اكثر اقل يعني استفادة من البنية التحتية او البنية التحتية متهالكة فيها، فده
دور الدولة انها بتهتم حاليا بالبنية التحتية، لانها البنية يعني بتدعم النشاط الاقتصادي وبتعمل على خفض تكاليف التجارة البينية بين الأقاليم الجمهورية والنفاذ إلى أسواق جديدة. فالبنية التحتية لها دور تاني برضو في مساعدة الأفراد وفي المناطق الأكثر فقرا في المناطق البعيدة، أنهم يرتبطوا بالأنشطة الاقتصادية الأساسية في الأماكن أو الأقاليم الأكثر تقدما في عواصم المحافظات، وده هيتيح لهم أنهم يوصلوا إلى فرص يعني إنتاجية إضافية، وهيقلل تكاليف الإنتاج والمعاملات، وكمان هيساعد في تحقيق المساواة في الدخل مع المناطق اللي فيها بنية تحتية يعني بشكل أفضل. يعني في النهاية الاستثمار في البنية التحتية هينتج عنه تحسين يعني النشاط الاقتصادي وفعالية السوق، وهيدفع الاقتصاد إلى النمو، وهيساعد المواطنين على تحقيق المساواة في الدخل. دكتور جادل، دكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.